إن شاء الله سيعود سافجي وعثمان سالمين. آمل أن لا يكون عثمان قد خالف كلام والده. يا سيدات، يا سيدات، هل سمعتما بما حدث؟ خيرا إن شاء الله. ماذا حدث؟ السيد بامسي جلب خبرا ما؟ جوك توك لقد هرب من الزنزانة. ما الذي تقولينه؟ الجميع يقولون إن عثمان هو الفاعل. أجل، وكأن مصائبنا لا تكفينا لينزل علينا هذا البلاء. السيد عثمان لا يخالف كلام والده، ثمة أمر ما خلف هذا. فعلا ما حدث واضح جدا يا ابنتي، وأيضا يوجد المزيد. السيد عثمان أخذ محاربه بوران وذهبا من هنا. إيه يا سيدة بالا، لم تستطيع الاهتمام به. ماذا سيحدث الآن بوجود كل هذه المصائب؟ سوف ينشغل السيد أرطغرل بجنون عثمان. إيه؟ يكفي يا سيدة هازال. إن خرج عثمان في طريق ما فهناك سبب لديه. بالا، لقد حذرتك لعدة مرات لأنني الأكبر يا ابنتي. قلت لك إن عمل المرأة هو ترويض زوجها، لكن أنت ما شاء الله، بدلا من أن تروضي زوجك بلسانك أصبحت أفعى وتحاولين لدغنا الآن. لقد صدقتك ووثقت بك، لكن أرى أن الشيطان سيطر على قلبك ولسانك أصبح لسانه. بالا، انتبهي لكلامك واحفظي لسانك، وإلا وإلا فأنا أعرف كيف سأقطعه. جربي إن كنت تجرؤين وانظري لما سيحدث. اعتبرتك كابنتي ومثل ابنتي، لكن الآن سقطت من قلبي. ستفهمين معنى هذا يا سيدة بالا، ستفهمين، ولكن سيكون الأوان قد فات عندها. سيدي، لابد أن جحر الشيطان في هذا الاتجاه. إذن هيا لندمر ذلك الجحر. هل سنتسلل؟ سوف نضرب ولن نترك حجرا على حجر حتى. هيا يا الله، هيا هيا. فعلا لم تستطيع إنجاب ابني للسيد عثمان. يا له من مسكين، أيعقل أن يبقى بطل مثله بلا ابن؟ يبحث له عن زوجة. مسكينة بالا. خيرا خيرا خيرا، هل يعقل أن يبقى السيد عثمان دون ابن؟ يجب أن يجد له زوجة أخرى. لا يجب أن يبقى هكذا. أجل فهو ابن السيد في النهاية. أبعد الله هذا. يا سيدات، يتم البحث عن زوجة للسيد عثمان لأن السيدة بالا لا تنجح. يا لها من مسكين. يبحث بسرعة، السيد عثمان هو أملنا، ودون ابن لن يحظى بمنصب السيادة، والسيدة لينا ستنجب طفل. يا لك من مسكينة يا سيدة. اسمحنا لي. يجب أن يتزوج بسرعة. لا يجب أن يبقى هكذا. مسكينة السيدة بالا. سترين الآن يا سيدة بالا نتائج تهديدك. هذه القبيلة ستصبح جحيما لك. بالا، وجهك شاحب جدا.
كيف سأكون؟ المشاكل في كل مكان، وكأن انشغالنا بالعدو لا يكفي، ننشغل بالمشاكل التي بيننا. هذا المجددة؟ ظننت أنها بريئة، لكنها دائما تسعى لتعكير صفو القبيلة. هي لم تأتي إلى القبيلة عبثا، لابد أن هناك سببا، وسنرى ما هو. ليهديها الله. سهل الله عليكن. سلمتي؟ سلمتي يا أختي. سيدة بالا، سمعنا أن السيد عثمان يريد الزواج. لماذا سيريد الزواج؟ لأنك لا تنجبي. اسمعي يا سيدتي، طبيب سفر حصار ماهر، اذهبي إليه. لقد سمع الجميع بالأمر يا سيدتي. أحسنت عملا يا ابنتي الجميلة، جعلتني على لسان كل الأهالي. عثمان سيسمع بهذا أيضا، ستنحني رقبته بسببي. بالا، لا تستسلمي هكذا، انتظري، لابد من وجود حل. إن كان هناك حل أم لا يا جونجا، أنا أفكر بعثمان، لديه أحلام، ولا أريد لأحلامه أن تنهار بسببي. ولكن ما الذي يمكنك فعله يا بالا؟ أنا أضحي بنفسي من أجله. ما معنى هذا؟ أستغفر الله، إن أرواحنا فداء لمن نحب. عثمان هو أمل القبيلة وأمل الأتراك جميعا، وكي لا ينهار ذلك الأمل سأقيم عرسا لعثمان بنفسي إن توجب.
إذن لتكن غزوتنا مباركة. سيدي، ماذا لو لم نجد شيئا؟ ماذا لو أن الأمر قد حل؟ هذا ممكن، لكن قلبي يخبرني أن علي الذهاب بسرعة. هيا لننطلق. الذي سيحدث عندما تحل مكانه؟ استعدت وعيك إذن. ما الذي سيحدث؟ هل ستقتل أرجون خان بعد أبيك؟ أبي سيفعل هذا بدلا عني. ما شاء الله، يا لها من عائلة. إذن ستصبح خان المغول، رغم أنك لا تستحق، ستجلس على العرش. من الجيد أن تتكلم الآن، ينتهي ألمك بسرعة. ينتظرك موت جميل وسريع أيضا. لن تتذوق هذه المتعة. سنرى. خرج رجل مثل الدب من الغابة، أخذ عثمان منا. أخبرني مجددا. عندما حاصرناه أخذه دب من يده. أخبرني مجددا. هيا. هناك دب أنقذ عثمان. دب. وأنتم ألم تستطيعوا أن تظهروا لهم من يكون الدب الحقيقي؟ لا أريد الشراب، أريد أن أشرب الدم. الدم. سوف أخذ الانتقام من أرطغرل. سوف أفتت كبده بيدي هاتين يا فلاتيوس. سأفتته. سنجعلهم يتقيؤون الدم. ما الذي يدور في عقلك؟ سنحط على ابن أرطغرل الآخر كالكابوس وسوف نخنقه. سنخلقه. ما
احفروا الخنادق عند المداخل، وأنت اصنع أعمدة حديدية للفخاخ. أنهوا هذا العمل الليلة. هل الأوضاع خطيرة كثيرا؟ قد يستغل نيكولا هجوم جيخاتو ويهاجمنا أيضا. ما أريده منك هو أن تأخذ أفضل البنائين معك وتغلق كل ثغرات القلعة. أمرك سيدي. وغير أقفال المخازن أيضا. سيدي لا تقلق، سنحل الأمر. جيد، أنا الآن سأخذ الضرائب إلى سوغوت. أريد أن ينتهي العمل ريثما أعود. حسنا يا سيدي. هيا. ما شاء الله ما شاء الله، الرزق كبير والحمد لله. هيا أيها الجنود، هيا. كيف عثر على المكان؟ حانت ساعتك يا مونكا. اخرجوا واقتلوهم. سيدي تفضل. أهلا بك. تفضل تفضل سيدي. سيد غوندوز، نيكولا كما ترى أنا أعزل. تماما كجندي الذي قتلتموه. ماذا تريد يا نيكولا؟ العدالة.
سيدي. سيد كوندوز. ستدفع ثمن خلقك للاتفاق غاليا جدا يا نيكولا. هل أنا خرقتك؟ سيد كوندوز، أتيت إلى هنا لأخذ حقي حسب اتفاق القصاص بالقصاص. ومقابل روح ذلك الجندي الميت سأقتلك قطعة من روح أرطغرل. أخي، أخي أرجوك افتح عينيك. هيا أخي. أخي مونكا خدعنا جميعا. كيف فهمت هذا؟ كلاكما أسيرا، عذبوك كثيرا يا أخي، لكنه لم يتأذى، كان نظيفا. لو كنت يقظا مثلك لما كنت في هذه الحال. لولاك أنت ما حللنا الأمر. لولاك لما كنت على قيد الحياة الآن. من الجيد أنك أتيت خلفي، ولكن عليك الخوف من أبي. لتكن روحي فداء لكما. أخي الأسد، يجب أن ننطلق بسرعة يا أخي، الوقت ضيق. سيدي، سيدي. ولكن لا تقلق، لن تموت، لكنك ستذل. الجندي البريء والأعزل التابع لي، ورغم اتفاقي مع سيدكم قتلتموه في الساحة دون رحمة، وفعلتم هذا أمام المئات من محاربيكم. قل لسيدك إن رأيت عثمان أو جوختوغ، إن ظهر أمام عيني سوف أقوم بقتلهما. إما أن يحضر عثمان وجوكتوغ ويحاكمهما، أو سأخذ حقي بيدي. أوصل هذا لسيدك كما هو تماما. لن أكون أنا من خرق الاتفاق، لكن إن تم خرق الاتفاق سوف أجعلكم جميعا تدفعون الثمن. سيدي، سيدي.
سيد كوندوز، ستدفعون الثمن، ستدفعون. سيدي أنا أنتظر منذ وقت طويل. ماذا لو جلب سافجي مونكا حقا يا سيدي؟ حينها نحن سوف نشن حربا عليهم ونتخلص منهم. قبيلة تركية صغيرة لا تستحق أن تنشغل بها، لما تهتم بها هكذا؟ أولا كنت أريد قتل عثمان لأستعيد شرفي، ولكن الآن الدخان الذي يتصاعد من موقد أرطغرل الغاسي يعكر ذهني. أشتم روائح قذرة. عثمان هو أسد صغير يزأر، ويجب أن نسحقه قبل أن يكبر. سيدي، هذا الجاسوس كان يراقبنا. لماذا لم تقتلوه؟ لما أحضرتموه إلى هنا؟ إن سيفك لا يعمل علي. اقتل هذا الرجل يا جيركوتاي لتكن عظامه طعاما للكلاب. إن كان سهلا فاقتلني أنت. عليك أن تعلم أن قوة سيفك لا تكفي لقتلي. من تكون أنت أيها الرجل؟ أنا المجنون. عن ماذا كنت تبحث هنا؟ أضعت جيشي وكنت أبحث عنه. حسنا، ومن يكون قائد جيشك؟ أنا. ألم أعجبك؟ أين سيفك؟ أين جنودك؟ سيكونون هنا بعد قليل. ما هي مشكلتك؟ لقد أتيت لتحذيرك، اذهب بطريقك. ماذا إن لم أذهب؟ هل ستقوم أنت بإيقافي هذا؟ إن لم تذهب سيصيبك أنت أيضا ما أصاب جيش أبرهة. ومن هو
أبرهة يا رجل. الظالم الذي أتى لمهاجمة أمي المدن. أخبرني أكثر. أخبرك عندما يحين الوقت. أنا أحذرك الآن. يكفي أيها الوقع. أنت تسرق وقتي. وهل الوقت لك لكي أسرق؟ الطيور الأحجار. أحمد، أخبرني ماذا رأيت في حلمك. الرجل الظالم، الرجل كان سيأتي لقبيلتنا، ولكن أي رجل تقصد؟ جيخاتو، جيخاتو الذي تقولون إنه ظالم. هناك حكمة في الحلم يا أحمد، هيا أخبرني ماذا رأيت. جاءه رجل، رجل مثل الدراويش ويحمل عصا بيده. وذلك الرجل الظالم أراد قتله، لكن الله نصره. الطيور والأحجار والرياح هاجمتهم فلم يستطيعوا قتله، تدمروا جميعهم. لندعو الله أن يتحقق حلمك وينهزم ذلك الظالم. السيد عثمان سوف يوقفه، لا تقلق أبدا. أعرف يا سيد بالا، أنا لا أقلق أبدا، فالسيد عثمان قوي كالأسود. دومرول حاول حمايتي. روحي لك يا سيدي. سلمت. من الجيد أنك أتيت، لولاك لقتلنا. الحمد لله يا أخي، إنها وظيفتنا. لم تكن وظيفتك أن تأتي، ولكن من الجيد أنك لم تستمع. لو لم تأتي لقتلنا، لذا قل لقلبك إننا ندين له بروحنا. هل الروح لنا يا أخي؟ لكن اللعبة كبيرة جدا هذه المرة. ها أنت ترى كيف لعب الابن على أبيه. برأيك من خلف هذا الأمر يا أخي؟ هناك شخص يمسك حبل هذا الكلب، لا يمكن أن يكون وحده. أشك بيولاك أرسلان. ماذا تقول يا أخي؟ هذا اتهام كبير. لولا مهلة أبيه لحققنا معه،
لكني سأجد دليلا. اعملوا يا أبطالي، اليوم هو يوم الشرف، اليوم سنقف في وجه العدو الغاشم كالسيف، اليوم لن نسمح للعدو أن يخدعنا، اليوم هو يوم حماية قبيلتنا من الأعداء وتحصينها. اجتهدوا أيها الأبطال، هيا اعملوا أيها الشجعان، هيا يا أسود الأبطال، ما شاء الله. ما شاء الله على سيدي بامسي، أتيت للقبيلة وأعدت الروح لها. سلمت يا سيد دوندار، وأنا رأيت سيدي أرطغرل، وعادت روحي لجسدي، وزأر الأسد داخلي مجددا، وعادت القوة إلى معصمي من جديد. ما شاء الله، ما شاء الله، وصلت قوات الدعم إلى سقوط. ما شاء الله، ما شاء الله، هيا لنرى. أيها الشجعان، الاحتياط منا والتقدير من رب العالمين. أيها الشجعان، لو لم يرد الله أن يحمينا من الأعداء، فحتى إن أصبحت الجبال الشاهقة سداً أمامنا لن تنفع، لكن الله، إن أراد الله تعالى حمايتنا وحفظنا يا أولادي، فشبكة العنكبوت سوف تكون درعاً لنا. يا رب احمنا يا رب واحفظنا بحفظك يا كريم. آمين. ربي لا تجعل العدو يدهسنا ويدهس قبيلتنا يا ربي. آمين. 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 هيا أيها الأبطال، هيا أيها الشجعان، هيا أيها الرجال، اليوم هو يوم الشرف، هيا اجتهدوا أيها الشجعان، اجتهدوا.